رابعا الحق والإيمان والباطل والنفاق. تحت هذا العنوان، تحت الرابعا، تحت عنوان الحق والإيمان والباطل والنفاق، عندنا الأول أم عندنا أمران. الأول مع الحق والحق معه، والثاني حبه إيمان وبغضه نفاق. ودخلنا في الأمر الثاني وهو حبه إيمان وبغضه نفاق، وبينا بأن الله سبحانه وتعالى لا قرب له مع أحد، لا مع نبي ولا مع رسول ولا مع وصي ولا مع ولي ولا مع أهل البيت ولا مع بنت نبي ولا مع ابن بنت نبي، وبالتأكيد ليس مع صحابي ولا مع خال مؤمنين ولا مع عم مؤمنين ولا مع جد مؤمنين ولا مع أخ مؤمنين. إذن كما يقال هنا يقال هناك، كما ينفى الأمر هنا ينفى الأمر هناك، كما تنفى الخصوصية هنا تنفى الخصوصية هناك. هذه هي القاعدة، هذا هو القانون. ما يخرج عن القاعدة وما يخرج عن القانون يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى خصوصية، يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تخصص. وهنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خص، قد قيد، قد شخص، قد أشار، قد حدد، قد ميز، قد أمر، قد أرشد إلى أشخاص، إلى شرائح، إلى شخص، إلى جهة، أمرنا بحب هذه الجهة، بيننا بأن حب هذه الجهة وحب لله، وبين لنا وأشار لنا وحدد لنا وعرف لنا هذه الجهة ومعنى الحب الذي يجب أن نتمسك به وأن نترجمه إلى أرض الواقع وعلى أرض الواقع. وقلنا بأن المؤمن الصالح التقي المحب لعلي عليه السلام يدخل الجنة، وقلنا بأن علي سلام الله عليه هو من أوضح وأبرز مصادق وتطبيقات الحب الإلهي والأمر الإلهي بالحب نحو أشخاص أو شخص أو جهة أو شريحة أو مجتمع. فقلنا لا يوجد قرابة، لكن مع هذا يوجد توجه وتوجيه شرعي نحو جهات معينة. أبرز هذه الجهات، أوضح هذه الجهات، هو علي عليه السلام وأهل بيت النبي سلام الله عليهم. وطبعا تأتي جهات أخرى، يأتي الأنصار، يأتي أصحاب بيعة الرضوان، يأتي البدريون وهكذا. إذن قلنا المحب لعلي عليه السلام يدخل الجنة، والمنافق المبغض لعلي عليه السلام يدخل النار، وإن صام وإن صلى وإن حج وإن زكى وإن جاهد وإن ضحى. فقلنا أنه أمر وقانون إلهي على لسان الذي لا ينطق عن الهوى، النبي الصادق الأمين عليه وعلى آله وصحبه الصلوات والتسليم. فكما أن الأعمال الصالحات لا تدخل الجنة إلا إذا قرنت بحب علي، كذلك فإن حب علي عليه السلام لا يدخل الجنة إلا إذا قرن بالإيمان والهداية والعمل الصالح.